هذا المشهد الفريد الذي يمر فيه كوكب الزهرة بين الأرض والشمس قد لا يتمكن الكثيرون من مشاهدته مرة أخرى في حياتهم، فهذه الظاهرة التي ستستغرق 6 ساعات و40 دقيقة لن تتكرر إلا بحلول عام 2117. آلاف المواطنين في مختلف القارات تسابقوا لمشاهدة هذه الظاهرة الكونية التي يبدأ فيها الزهرة ثاني أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس رحلته بين الأرض والنجم الملتهب. إنها فرصة تأتي مرة واحدة في العمر لرؤية ماذا يجري في الكون. لقد أحضرت أطفالي من المدرسة لنكون هنا في تمام 10 حتى يتعلم الأطفال عن الكواكب والشمس. إنه أمر ممتع. سكان الشرق الأوسط وأوروبا ووسط آسيا سيتمكنون أيضا من متابعة الظاهرة الكونية مع شروق الشمس يوم الأربعاء.